دانيال 2. وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر، حلم نبوخذ نصر أحلام، فانزعجت روحه وطار عنه النوم بتاعه. فأمر الملك بأنهم يستدعوا كهنة الفرس والسحرة والعرافين والكلدانيين عشان يبلغوا الملك بالأحلام بتاعته. فجم وقفوا قدام الملك، فقال لهم الملك: حلمت حلم وانزعجت روحي لأجل ما تعرف الحلم. فكلم الكلدانيين الملك بالأرامية: عيش يا ملك من غير نهاية، بلغ عبيدك بالحلم فنبين التفسير بتاعه. فقال الملك للكلدانيين: خرج مني كلام، لو ما كنتوش تبلغوني بالحلم وبالتفسير بتاعه تبقوا حتت حتت وتبقى بيتكم مزبلة، ولو بينتوا الحلم والتفسير بتاعه تاخدوا من عندي هدايا وإكراميات وإكرام عظيم. فبينوا لي الحلم والتفسير بتاعه، فجاوبوا تاني: يبلغ الملك العبيد بتوعه بالحلم فنبين التفسير بتاعه. قال الملك: أنا عارف ومتأكد إنكم بتكسبوا وقت، عشان شفتوا إن الكلام خرج مني بأنه لو ما بلغتونيش بالحلم فالحكم عليكم واحد، لأنكم اتفقتوا على كلام كذب وبايظ عشان تتكلموا بيه قدامي لحد ما يعدي الوقت، فبلغوني بالحلم فأعرف إنكم بتبينوا لي التفسير بتاعه. جاوب الكلدانيين قدام الملك: مفيش على الأرض إنسان يقدر انه يبين امر الملك، عشان كده مفيش ملك عظيم صاحب سلطان طلب حاجة زي كده من كاهن فارسي او ساحر او كلداني، والموضوع اللي بيطلبه الملك صعب ومفيش حد تاني يبينه قدام الملك غير الالهة اللي سكنهم مش مع البشر. عشان كده غضب الملك واتغاظ جدا وامر بانهم يبيدوا كل الحكمة بتوع بابل. فخرج الامر وكان الحكمة بيتقتلوا، فطلبوا دانيال وأصحابه عشان يقتلوهم. وقتها جاوب دانيال أريوخ رئيس شرطة الملك اللي خرج عشان يقتل الحكمة بتوع بابل بحكمة وعقل: ليه شد الأمر من عند الملك؟ وقتها بلغ أريوخ دانيال بالموضوع، فدخل دانيال وطلب من الملك إنه يديله وقت فيبين للملك التفسير. وقتها راح دانيال لبيته وعرف حنانيا وميشائيل وعزاريا أصحابه بالموضوع عشان يطلبوا المراحم من عند إله السماء من ناحية السر ده، عشان ما يضيعش دانيال وأصحابه مع كل الحكمة بتوع بابل. وقتها كشف السر لدانيال في الرؤية بتاعت الليل، فبارك دانيال إله السماء. فقال دانيال: يكون اسم الله مبارك من غير بداية لمن غير نهاية، لأن ليه الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوك وينصب ملوك، يدي الحكمة حكمة ويعلم العارفين فهم، هو يكشف الأعماق والأسرار، يعرف اللي في الظلمة وعنده يسكن النور. أحمدك يا الله إله أبهاتي وأسبح اللي اداني الحكمة والقوة، ودلوقتي عرفتني باللي طلبناه منك لأنك عرفتنا أمر الملك. فعشان كده دخل دانيال لأريوخ اللي عينه الملك عشان يبيد الحكمة بتوع بابل، وقال له: ما تبيتش الحكمة بتوع بابل، دخلني لقدام الملك فأبين للملك التفسير. وقتها دخل أريوخ بدانيال لقدام الملك بسرعة وقال له: لقيت راجل من ولاد أسر يهوذا اللي يعرف الملك بالتفسير. فقال الملك لدانيال اللي اسمه بلتشسر: تقدر انت انك تعرفني بالحلم اللي انا شفته وبالتفسير بتاعه؟ جاوب دانيال قدام الملك: السر اللي طلبه الملك ما يقدرش الحكمة ولا السحرة ولا كهنة الفرس ولا المنجمين انهم يبينوه للملك، ولكن في اله في السماء بيكشف الاسرار، وعرف الملك نبوخذ نصر ايه اللي يبقى في الايام الاخيرة. الحلم بتاعك ورؤية راسك على سريرك هو ده انت يا ملك، افكارك على سريرك طلعت للي يبقى بعد كده، واللي بيكشف الأسرار يعرفك باللي يبقى. أما أنا فما تكشفليش السر ده عشان حكمة فيا أكتر من كل اللي عايشين، ولكن عشان يعرف الملك بالتفسير وعشان تعرف أفكار قلبك. أنت يا ملك كنت ببص وفين وفي تمثال عظيم، التمثال العظيم ده المبهر جدا وقف قصادك ومنظره هايل، راس التمثال ده من ذهب كويس، صدره ودراعاته من فضة، بطنه وفخاده من نحاس،
رجليه من حديد، القدمين بتوعه شوية منهم من حديد وشوية من خزف. كنت ببص لحد ما اتقطع حجر من غير ايدين، فضرب التمثال على القدمين بتوعه اللي من حديد وخزف فهرسهم. فتهرس وقتها الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب مع بعض، وبقوا زي التبن الناعم بتاع الجرن في الصيف، فشلتهم الريح فما تلاقلهمش مكان. اما الحجر اللي ضرب التمثال فبقى جبل كبير وملى الارض كلها. هو ده الحلم، فنبلغ بالتفسير بتاعه قدام الملك. انت يا ملك ملك ملوك، لان اله السماء ادالك مملكة وقدرة وسلطان وغنى ومكان ما بيسكن ولاد البشر ووحوش الارض وطيور السماء، زقها لايدك وسلطك عليها كلها. فانت الراس ده اللي من ذهب، وبعدك تقوم مملكة تانية اصغر منك ومملكة تالتة غيرها من نحاس، فتتسلط على كل الارض وتبقى في مملكة رابعة جامدة زي الحديد، لان الحديد يدق ويهرس كل حاجة، وزي الحديد اللي يكسر تهرس وتكسر كل دول. وبما انك شفت القدمين والصوابع شوية منهم من خزف وشوية من حديد، فالمملكة تبقى مقسومة ويبقى فيها قوة الحديد، من حيث انك شفت الحديد مخلوط بخزف الطين، وصوابع الرجلين شوية منها من حديد وشوية من خزف، فجزء من المملكة يبقى جامد وجزء هش. وبما انك شفت الحديد مخلوط بخزف الطين فهم يختلطوا بخلفة الناس، ولكن ما يلزقش ده في ده زي ما ان الحديد ما بيختلطش بالخزف. وفي ايام الملوك دول يقوم اله السماء مملكة ما تنقرضش ابدا، والملك بتاعها ما يتسبش لشعب تاني، وتهرس وتفني كل الممالك دي، وهي تثبت من غير نهاية، لانك شفت انه اتقطع حجر من جبل مش بايدين، فهرس الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم عرف الملك اللي هيجي بعد كده الحلم حق والتفسير بتاعه مؤكد. وقتها وقع نبوخذ نصر على وشه وركع لدانيال، وامر بانهم يقدموا له تقدمة وروايح فرح. وقال الملك لدانيال، حقيقي ان الاله بتاعكو اله الالهة ورب الملوك واللي بيكشف الأسرار، عشان قدرت انك تكشف السر ده. وقتها عظم الملك دانيال واداله عطايا كتير عظيمة، وسلطه على كل ولاية بابل وخلاه رئيس الحكام على كل الحكمة بتوع بابل. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبدنغو على اشغال ولاية بابل، اما دانيال فكان في بابل ملك.